لازم في البداية برجلك على انضمامك لبيراميدز، أكيد خطوة كويسة، أكيد خطوة وهتضيف لك وأنت هتضيف لها كتير، أكيد ده طموح كبير جدا ليك وحاجات كتير عايز توصل لها على المدى البعيد. عايز أعرف الأول الكواليس، يعني انضميت إزاي لبيراميدز وإيه اللي حصل والصفقة، يعني قول لنا بداية الكلام كان إمتى أصلا؟ أنا بصراحة هم ناس محترفين جدا في التعامل، هم كلموني في خلال شهر، اتكلموا معايا كابتن عمرو باسيوني اتكلم معايا، قال لي انا محتاجك معايا في الفرقه وان احنا هنقدر نعمل حاجه كويسه مع بعض. قلت له ما عنديش مشكله، انت خلصني مع النادي وانا معاك وكل المشكله. بس بصراحه الراجل ما تاخرش، الراجل شهر بالظبط خلص كل حاجه وتخلص مع النادي واتفق مع النادي وظبط كل حاجه، ومضيت مع الراجل وخلصت كل حاجه في خلال شهر بسرعه باحترافيه. فانا هو تعب في الشهر ده جدا، فانا طبعا بشكره على ان هو وعد فوفى. بس هو لازم يتعب. لما اجي اتكلم عن محمد رضا اكيد البيع مش هيبقى بسهوله، اكيد هيبقى منافسني انديه كتير، انديه خارجيه كمان كتير وانديه على اعلى مستوى. طبعا انا بشكره ليه؟ لان هو خلص انجز، يعني انت بتتكلم في شهر خلص كل حاجه، فطبعا لازم اشكره. نفس اللي هو خلاص قال لي كلمه كان بعد شهر خلص كل حاجه، فطبعا لازم اشكره طبعا، لان هو كان كلامه معايا ساده، يعني بمعنى صح ما خدش وقت طويل. نقطة خصوصا كمان يعني المفاوضات بقى من واقع معرفت انا بعيد عن محمد رضا ان الموضوع كان طويل جدا، وان كمان محمد رضا كان معاه مرعي ومهند لاشين، فدي صفقات قويه جدا جدا لنادي بيراميدز. وفي نفس الوقت ان انا افوز بلاعب زي محمد رضا في نص الملعب، لا دي اكيد حاجه كبيره، واكيد انت رايح بطموح كمان جديد معاك. طبعا رايح طبعا بطموح كبيره وعايز احقق حاجه، فرقه كويسه، فرقه كبيره عندهم اسامي كبيره جدا، فاحنا رايحين بهدف ان احنا عايزين نحقق حاجه، نحقق بطوله، ننافس على كل البطولات اللي احنا مشاركين فيها. فطبعا هيبقى موسم صعب وهيبقى فيه تنافس كبير، لان طموحات النادي ان هو عايز يوصل لابعد حاجه، فاحنا لازم نكون مستعدين، وانا واحد من الناس لازم اكون مستعد ان انا عايز اعمل حاجه كبيره برضو ليا، برضو بقى لي سنتين ماشي كويس في فيوتشر، فانا عايز اكمل على ده، ان انا كل سنه طموحي على كل سنه، يعني كل حاجه بتزيد معايا مع الوقت، فده طبيعي. تبدأ انا ما بحبش اقول يعني موضوع انت شايف المنافسه ازاي، بس انت لعيب كبير وبيراميدز شاريه لعيب ليه وضعه في الدوري المصري، لعيب كبير، لعيب امكانياته على اعلى مستوى، رايح ومعاك مهند لاشين لعبتوا كتير مع بعض برضو في نص الملعب على اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز، شايف انت الانسجام هيبقى ياخد منك وقت ولا هتخش كتير ولا هتخش مع الفرقه على طول؟ دماغك فيها ايه في الموضوع ده؟ هو طبعا في اي نادي كبير لازم يكون فيه لعيبه كتير كويسه وجامده، فطبيعي مثلا لما بتروح مثلا فرقه كبيره فطبيعي هيكون فيه لعيبه كتير جامده في المكان اللي انت موجود فيه، وطبيعي يكون فيه لعيبه كويسه. مفيش حد في الدنيا بيكون عارف هو ضامن هو يلعب ولا لا، مجهودك وستايلك وطريقتك واسلوبك واحترافيتك في التعامل مع التمرين ومع الماتشات وكل الكلام ده هو اللي بيجبر اي حد ان انت تكون اساسي، ان انت تكون رقم واحد، هو ده اللي بيجبره، مش الكلام، مش صفقتي، مش فلوس اللي انا جاي بيها، مش كل الكلام ده. اللي هيثبت ان انا كويس، اللي هيثبت ان انا العب اكون موجود بسرعه اساسيه، هو اسلوبي، هو طريقتي في اللعب، هو مجهود اللي بعمله، هو ستايل لعبي، امال مش اللي هيفيدني فلوسي اللي جاي بيها، ولا ان انا وسيم ولا ان انا شكلي حلو والكلام ده، فده اللي بيفرق في الملعب. امال كلهم لعيبه كبيره، فطبعا طبيعي يكون في منافسه، طبيعي يكون في لعيبه كتير كويس، وطبيعي كل اللعيبه عايزه تلعب اساس، وطبيعي. بس الفكره ان في الاول وفي الاخر هو 11 لعيب اللي هيلعب، او مثلا في مكان هم ثلاثه اللي هيلعبوا في نص الملعب، فانا لازم انا كرضا رايح ان انا احجز مكان اساسي في المكان ده، ماليش يعني احترامي ليهم كلهم، بس انا ليا طموح ان انا جاي العب، جاي احقق حاجه كبيره. الطموح بقى ده اللي كمان عايز اعرفه منك، اللي مسؤولين نادي بيراميدز اتكلموا معاك فيه بعد ما الصفقه خلصت، هم عايزين ايه من رضا او عايزين ايه من السيزون الجديد او بيطمحوا لايه؟ طبعا هم بيطمحوا لكل البطولات اللي يشاركوا فيها، هم هنلعب افريقيا السنه دي، فهم عايزين يوصلوا لمكان بعيد في افريقيا، وفي دوري هم السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها مركز تاني، فهم في منافسه ان هم عايزين ينافسوا على دوري، ينافسوا على كاس، ننافس على كل ده، فطموحاتنا ان احنا بننافس على البطولات دي. طبعا هننافس مع البطولات دي مع فرق كبيره زي الزمالك والاهلي، فطبيعي هيكون منافسه صعبه يعني، فلازم نكون مستعدين لده، مستعدين ان احنا هنقابل
يعني مواضيع كتير صعبه، هنقابل ظروف كتير صعبه، فلازم نكون قد الموضوع ده. وهم الناس موفره كل حاجه، في احترافيه في كل حاجه، فما اعتقد هيكون الموسم خير علينا ان شاء الله. عايز اتكلم معاك عن نقطه النادي الاهلي. الناس كتير كانت ربطت الفتره الاخيره ان انت خلاص كنت على بعد خطوه من الانضمام للنادي الاهلي، وان الموضوع ما كانش بعيد. قد يكون خلاص الناس كانت بتقول رسميا بوبو في النادي الاهلي، رسميا هو موجود في النادي الاهلي. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ احنا كنا عارفين طبعا من اول ان بيراميدز بيزاحم جامد، وان بيراميدز كان عنده تارجت ان هو يفوز بالتعاقد معاك. هو زي ما بيقولوا كده اللي هو الاكثر جديه في التفاوض. هما بيراميدز دخل والاهلي دخل، واي نادي كان بيدخل كان اللي يقدر يخلصني يخلصني بس. فبيراميدز قدر ان هو يخلصني، فانا طبعا هكون موجود مع اللي بيحارب معايا ان هو مثلا خلصني، فانا معايا. هو الراجل خلصني ودخل مثلا زي مثلا في خناق ودخل في حاجه وخلصني، فانا معاه بقى، وان انا اقدر اساعده وان انا اقدر اديله على اللي هو مثلا حارب عشاني، عشان هو عارف قيمتي وعارف امكانياتي. فانا لازم احارب معاه فرده فين في الملعب ان انا احقق له حاجه، وان انا اكون على الثقه اللي هو اديها لي دي بس. فطبعا كان اللي يخلص انا معاه.